لا أحد يدري ماذا حدث لصفائح الأرض أسفل تركيا منذ زلزال الاثنين الأسود المدمر، حيث تواصلت الهزات الأرضية حتى أصبح يصعب إحصاؤها، حيث وصلت إلى آلاف الهزات. امتدت الزلازل إلى كل منطقة الشرق الأوسط، فاهتزت الأرض في مصر والأردن والعراق وليبيا ولبنان، وفشل العلم في إيقاف نبض الأرض. إلا أن ما حدث خلال 24 ساعة الماضية عندما اهتزت الأرض مجدداً تسبب في إثارة التساؤلات من جديد. ماذا حدث في تركيا؟ يبدو أن خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس قد صدقت توقعاته مجدداً وصدقت نظرياته، حيث أكد أننا على موعد مع تقارب الهندسة الكوكبية خلال الوقت من أيام 15 إلى 17 من مارس، وبالتالي وجود نشاط زلزالي كبير تقريباً في الفترة ما بين 16 و 19 من مارس. وفي أول أيام الفترة الزمنية التي حددها رصد خبراء الزلازل 4 زلازل قوية ضرب كوكب الأرض في كل مكان من المحيط الهادئ إلى البحر المتوسط والعراق وتركيا، حتى سكان ليبيا اهتزت بهم الأرض. وكانت البداية مع زلزال ضخم يضرب نيوزيلندا بقوة تجاوزت 7 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر، وتسبب في حالة من الرعب والقلق مع تحذيرات بموجات التسونامي. ثم اهتزت الأرض في ليبيا إذ ضرب زلزال كبير أرض أحفاد المختار في وقت أعلن فيه المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه تم رصد هزة أرضية كبيرة بقوة 4 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر. المركز أشار أيضاً إلى أن مركز الزلزال يقع بمنطقة وسط البحر المتوسط على مسافة 180 كيلومتراً تقريباً من سواحل العاصمة الليبية طرابلس، لتكون تلك الهزة الأرضية هي الثانية التي تضرب البحر المتوسط في غضون ساعات قليلة، حيث كان زلزال ضخم قد ضرب بقوة 5 درجات وثلاث الأعشار درجة على مقياس ريختر سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان وشمال محافظة الأسكندرية المصرية بحوالي 500 كيلومتر. ثم ضرب زلزال ضخم إقليم كردستان العراق بقوة 4 درجات وثمانية عشر درجة على مقياس ريختر، وتأثرت به العديد من المحافظات من بينها السليمانية، إلا أنه لم يتم رصد خسائر في الأرواح أو خسائر مادية. لتختم حركة نبض الأرض مع زلزال قوي يضرب سواحل تركيا من جديد بقوة 6 درجات فاصل 6 على مقياس ريختر وفقاً لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي. وبحسب المركز تم تسجيل الزلزال على بعد 46 كيلومتراً جنوبي غربي محافظة مرسين وبعمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير أيضاً عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. لتكون كل تلك الزلازل امتداداً لعاصفة الزلازل التي تضرب المنطقة ولم تتوقف منذ زلزال الاثنين الأسود في 6 من فبراير الماضي، والذي تسبب بخسائر كبيرة جدا مادية وفي الأرواح. أخيرا، قدرت منظمة الصحة العالمية عدد من تأثروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص. وفي نفس السياق، قدر البنك الدولي أن الخسائر التركية جراء الزلزال وصلت لنحو 34 مليون دولار.